إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيه بطن الوادي، كان المسجد الحرام في وادي، واد قوي، وكان الوادي منخفضا بين الصفا والمروة، يعني مقدار يعني 10 أمتار أو كذا، ثم يبدأ الوادي ثم ينتهي. لما دفنوا هذا الوادي جعلوا علمين، علامة على بداية الوادي ونهايته، يعني عمود أخضر للبداية وعمود أخضر للنهاية، فإذا وصل إلى العمود الأخضر يشتد في السعي، بين العلمين، فإذا جاوز يمشي على هينته إلى المروة، إلى الصفا. هذا السعي أصله مش أصله، أم إسماعيل، لما جاء بهما إبراهيم ووضعهما عند مكان البيت وجعل عندهما قليلا من الطعام والشراب، فكانت تأكل من إجراب التمر وترضع وتشرب من السقاء وترضع الطفل، نفد الماء الذي معها وصار الطفل يتلمض من العطش. وش تسوي؟ ما عندها أحد ولا حولها أحد، فذهبت وصعدت على الصفا لأنه مرتفع، تشوف حولها أحد ولا لا؟ ما شافت أحد، نزلت وراحت للمروة لعلها تشوف أحد، ولما هبطت بالوادي صارت ما تشوف أحد، الوادي طامن، فأسرعت في بطن الوادي، من أجل أن تقطعه بسرعة حتى تتطلع إلى من حولها. فوصلت إلى المروة، صعدت عليها وتلفتت ما شافت أحد، نزلت حتى أكملت 7 أشواط، فلما أكملت 7 وإذا بجبريل عليه السلام ينزل عند إسماعيل ويخط بجناحه عند إسماعيل، فتنبع زمزم، ينبع الماء، فجعلت تشرب تسقي الطفل. ثم جاء قبيلة شرهم، شافوا الطيور، قالوا وش هالطيور هذه؟ ما خبرنا بهذا ماء. راحوا لما كان الطيور ولا فيه الماء، فاستأذنوها أن ينزلوا عندها، فأذنت لهم واستأنست بهم، وكبر إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم، تزوج من جرهم. فهذا أصله، هذا أصل السعي. فنحن بحاجة إلى الفرج مثل أم إسماعيل، ولذلك نسعى بين الصفا والمروة، لأننا بحاجة إلى الله، بحاجة إلى المغفرة، بحاجة إلى الرحمة، فصار السعي بينهما عبادة إلى يوم القيامة.